حبايبي الأهلاوية، صباح الفل، صباح الانتصارات، صباح الجمال على أحلى مشجعين في الدنيا. النادي الأهلي بيروح للنهائي الرابع على التوالي، الرابع على التوالي. النادي الأهلي بيحقق أرقام تاريخية يا جماعة الموسم ده، حرفيا إدارة، لعيبة، جهاز فني، بطولات، إنجازات، أرقام تاريخية. النادي الأهلي بيحقق المعجزات. النادي الأهلي ما عندوش حاجة اسمها مستحيلة. النادي الأهلي طول ما في عقل بيفكر، طول ما في إدارة حكيمة، طول ما في مدرب فاهم، هنعرف يعني إيه النادي الأهلي رقم واحد، وهتتأكد من ده. امبارح مستر مارسيل كولر قدم لنا يعني قطعة جاتوه، تحفة فنية، لوحة كده من لوح فان جوخ. الحقيقة مستر مارسيل كولر نزل بتشكيلة يعني أقدر أقول إنها عقلانية، تشكيلة فعلا تحافظ على الماتش، تشكيلة فعلا يقدر يخلص بيها الماتش ويطلع بيه لبر الأمان. شفنا كلنا الترجي امبارح وهو منكمش، الترجي المفروض ان هو خسران 3-0 في ارضه يجي هنا يموت نفسه، ما يفرقش معاه بقى يدخل، يبقى حتى لو دخل جون واثنين ثلاثة، حتى لو هيخسر بس ينزل يقاتل. لا، شفنا الترجي امبارح حرفيا كاشش وخايف من النادي الاهلي، كان خايف ان هو يخش فيه اكبر عدد من الاهداف، وده اللي كان هيحصل فعلا لولا التوفيق مش اكتر. الحمد لله ماتش امبارح كلنا شفنا يعني التشكيله، شفنا راحه الشناوي عشان كان مصاب قبل كده، شفنا علي لطفي مكانه، وعلي لطفي يا جماعه من الحراس، صدقوني من الحراس الجامدين جدا في الدوري المصري، بس يعني الحظ ما حالفوش قوي بقعدوا على الدكه، لكن بنشوفه من مره للتانيه هو حارس يعتمد عليه، حارس يعتمد عليه جنب الشناوي. شفنا قلوب الدفاع ياسر ابراهيم، وشفنا عبد المنعم، شفنا كمان علي معلول القائد الحقيقي اللي في الملعب. علي معلول يا جماعة قطعة حرفيا لو راحت من النادي الأهلي، الأهلي هيحس بخسارة كبيرة قوي. فعلا علي معلول يعني ما شاء الله عليه، اللهم بارك، ربنا يبارك لنا فيه ويخليه معانا كام موسم كمان. من اللعيبة الحقيقة الأهلي لازم يعني يعتمد عليها، واللعيبة اللي لو حطيتها في أي مكان هتأدي فيه، مهاجم في الهجوم، وينج مثلا، في باك شمال، هتعتمد عليه اعتماد كلي حرفيا رغم سنه، ربنا يبارك فيه. الناحيه التانيه طبعا كان موجود محمد هاني قائد الفريق امبارح وحامل الشاره مكان الشناوي، طبعا يجي بعديه علي معلول. كلنا نفسنا نشوف علي معلول لقائد امبارح، ولكن خيرها في غيرها، ان شاء الله يكون قريب كده قائد الفريق باذن الله. خط النص، وما هو أحلى حاجة في خط النص؟ عندنا أسماء حرفيا يعني جبال ما شاء الله عليها، مروان عطية، حمدي فتحي، ديانج، ثلاثي ما شاء الله عليه بجد يشيل يعني الأهلي سنين قدام، ثلاثي مرعب. قدامهم كهربا، حسين الشحات، بيرسي تاو. الكلام بقى على بيرسي تاو، واللي قلنا قبل كده إن تاو بيعيش أحسن فترات حياته مع النادي الأهلي. كولر اكتشف تاو من جديد، الراجل اتعالج صح، الراجل اتأهل صح، الراجل بيعمل شغل جبار مع بيرسيتاو نفسيا وكرويا وفنيا. بيرسيتاو استعاد لياقته الفنيه مع النادي الاهلي، وكلنا بنشوف كل ماتش يا اما بيهدف اجوان، يا اما اسيستات، يا اما باصات حلوه جدا، يا اما بنشوف مهارات حرفيا من بيرسيتاو ما كناش شايفينها ايام موسيماني، وده طبعا لكثره اصاباته ايام موسيماني. لكن النهارده وامبارح شفنا بيرسيتاو كره يعني الثرو فظيع، لفت جاتوه زي ما بيقولوا كده.
ثرو عنب. لحسين الشحات قطع بيه من نص الملعب لغاية الجون، وحسين الشحات استلمها استلامة أكتر من روعة في الجون. الجون طبعا طلع بشكل خاطئ، ده جه الهدف الأول للنادي الأهلي. النادي الأهلي مسك الماتش من ساعتها. شفنا الترجي بدأ بقى يفوق، بدأ يفوق نفسه، دخل فيه أربعة. أنا لو استنيت أكتر من كده خلاص بدأ إيه عامل شوية هجمات، ولكن برضه كان مضطر يدافع ويرجع دفعاته تاني عشان خاطر ما يجيش فيه خمسة وستة. النادي الأهلي جات له فرص حرفيا ما استعوضش، كورتين لحسين الشحات، كورة لكهربا، كورة لعبد القادر، يعني أربع خمس كور زائد الجون اللي دخل. لو في توفيق بس شوية امبارح في الكور دي كان دخل، وشفنا يعني كمية أهداف فوق ما تتوقع في نادي الترجي. وطبعا حابب أقول إن حسين الشحات برضو يعني الثلاثي الأمامي ده بيعيش أحسن فترات حياته، كهربا تاو الشحات، حاجة كده من زمن أبو تريكة وبركات وفلافيو. فأتمنى إن احنا نشوف فعلا الثلاثي المرعب ده على طول، ونشوفه بيأدي في الملعب، ونشوف ليه كمان بدايل بره، يعني عبد القادر وشريف وقفشة. احنا لو شفنا الثلاثي ده مع بعض، الثلاثي ده زمان كان بيأدي أيام موسيماني وأحلى تأدية. فاحنا النهاردة الحمد لله بنشوف ثلاثيات جديدة في النادي الأهلي، بنشوف أسماء بتثبت نفسها مع مستر مارسيل كولر عشان تاخد مكان في التشكيل بشكل دائم. وحقيقة كل الشكر والتقدير لمستر مارسيل كولر على الأداء الأكتر من رائع. مستر مارسيل كولر امبارح عمل يعني تحفة فنية زي ما قلت، تيكي تاكا كده في الملعب. شفنا استلامات، شفنا باصات تحفة، شفنا 1 2، وشفنا كورة طبعا عبد القادر اللي ضاعت للأسف. كورة لو اتعملت في الدوري الانجليزي او في الاسباني حرفيا هتبقى يعني مشهورة اشهر من نار العالم زي ما بيقولوا، هتلاقيها مشهورة في كل الصحف العالمية وفي كل الاخبار وكل السوشيال ميديا. النادي الاهلي يا جماعة نادي عالمي ونادي كبير، بيصل للنهائي الرابع ليه على التوالي دوري ابطال افريقيا، مستني يقابل يا اما الوداد يا اما سان داونز. انا اتمنى ايه؟ اتمنى الوداد، اتمنى الوداد المغربي، ما اتمناش صن داونز. مش خوفا من صن داونز لا خالص، هنقدر على صن داونز زياده، ولكن صن داونز يعني شوف ممكن يعمل فوق ما تتخيل عشان خاطر يخسرك. اجواء بقى الساعه 3، جماهيره، ما اعرفش، شويه شغب وما اعرفش وعمل عنف وبتاع علشان يخسرك الماتش ويطلعك بره تركيزك. في القاهرة هنا رخم برضو، لكن عكس الوداد. الوداد برضو رخم وكل حاجة، محدش قال حاجة، ولكن النادي الأهلي يقدر على الوداد كويس جدا في القاهرة. لو قدرنا نكسب هنا من القاهرة شكرا خلاص، انت هتروح هناك مقفل دفاعي، مقفل الدفاع بتاعك، ظبط نص ملعبك، تلعب على المرتدة، وجالك جون كان بها ما جاش، يبقى طلعت تعادل وكسبت البطولة. فان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله يكون لينا منافس في النهائي على قدر وقيمه النادي الاهلي، ويكون منافس شريف. اتمنى ده ان شاء الله. طبعا بوجه مره اخرى اعتذارنا لجماهير الترجي على اللي حصل فيها، اتوبيس عفوا اتوبيس الترجي اللي حصل، لعيبه الترجي اللي حصل فيها من جماهير غير مسؤوله، جماهير تابعة للنادي، مش عايز اقول نادي فوضوي، بس للاسف ما يصدر منهم يعني بيتكلم عنهم وعن اخلاقهم. ربنا يهديهم الصراحه، لان وصل بيهم الحال ان هم يؤذوا فريق ضيف جاي لك في بلدك لفريق يعني باسم مصر نادي الاهلي، وتأذيه وهو راح يتدرب في الاستاد. فازاي ازاي بجد يا جماعه، يعني اعقلوا شويه، اعقلوا شويه، واتمنى يكون فيكم حد حكيم حرفيا يقدر يسيطر عليكم.
لان الامر بقى فاق كل التوقع، يعني كل التوقعات حرفيا، احنا هنتوقع منكم اكتر من كده. خلاص بقى كفايه كفايه بجد، يعني رئيس النادي بتاعكم مشي خلاص، اهدوا شويه على نفسكم واستهدوا بالله كده وفوقوا بقى لناديكم. نادي الزمالك فعلا محتاج جماهيره، ومحتاج لعيبته، ومحتاج الناس الاساطير بتوعه، حسن شحاته وفاروق جعفر محتاج فعلا اللعيبه الكبيره بتاعت زمان. سيبك من لعيبه الجيل الجديد، ميدو ولا حازم امام ولا كلهم في نفس المركب بتاعت مرتضى منصور واولاده، لكن فعلا محتاج حسن شحاته. حسن شحاته ده بالنسبه لي اسطوره، زيه زي محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب اسطوره حرفيا تحترم، واسطوره لو جت نادي الزمالك حرفيا هتفرق معاه سنين قدام. ان شاء الله في حلقه قريبه عن نادي الزمالك واخر مبارياته اللي حصلت. حابب طبعا اوجه كل الشكر مره تانية لمستر مارسيل كولر ولاعيبه النادي الاهلي، واتمنى لكم ان شاء الله الفوز بدوري الابطال رقم 11. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.